رأيك إيه في أداء كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في الوقت الحالي؟ هل ترى أن تواجده في الفريق شيء جيد؟ هل ترى أصلاً أن رحيل زين الدين زيدان عن الفريق كان شيء مفهوم أو معروف أسبابه؟ أن زين الدين زيدان قام بشيء غير متوقع فوق العادة، وحصل على ألقاب متتالية، وكان يحسن اختيار اللعيبة في جميع المراكز، وكان عنده القدرة على الإدارة إدارة جيدة جدا لفريق مليء بالنجوم، ولكن وكان يعاني كثير من المواقف المعقدة، ولكن تميز ريال مدريد على منافسيه في عهدي. في إحدى الفرص كان هناك منافس بفارق 6 نقاط، وبالتالي أعتقد أن أنشيلوتي يقوم بعمل جيد الآن، فإنه مدرب جيد للريال مدريد أيضا. لو سألتك الوضع بالنسبة لريال مدريد في دوري الأبطال هذا الموسم، هل تتوقع الريال يفوز بدوري الأبطال هذا الموسم؟ من الصعب جدا الحصول على الشامبيونز، فهو معقد جدا، وفي هناك تحديات كثيرة، هناك تحديات كثيرة للحصول على هذه البطولة. أعتقد أنه لن يكون من السهل، لأن المباراة ضد باريس سان جيرمان لم يظهر فيه الأداء الذي يجعلنا نقول أنه سوف ينافس على، ولكن هناك فرق أخرى قوية. مع ذلك أنا أتمنى أن ينافس الريال مدريد، وهذا واعتماد على هذا بتاريخه الذي أثبت أنه فاز بها عدة مرات، وبالتالي أريد أن أتمنى أن يفوز، لأنني أحب هذا الفريق وأقدره جيداً.